ضيفي مركز طماطم على السردين وحضري آلات وصفة كيحمقوا عليها الكبار. السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم جوج ديال الوصفات اللي ساهلين لذاد واقتصاديين جدا جدا، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناة، تخليوا لي تعليقاتكم واعجاباتكم طبعا، ويلا نبداو على بركة الله. السردين يكون جديد، يكون يعني ما يكونش قديم. هذا هو السردين الجديد اللي عندنا في مراكش، هكا كيكون الشكل ديالو. راكم عارفين البلاصة اللي كتكون بعيدة على البحر ما كيوصلهاش السردين يعني طري، ولكن هذا راه ما بيش مزيان، باقي قابط في راسو. كتاخذوا كميه ديال السردين كتنقيوها طبعا، تحيدوا ليها القشور وكل شيء، وتحيدوا ليها حتى السنسول عادي بحال ما كتقشروا السردين بطريقه عاديه. ونكملوا الطريقه ديال الغسل ديال السردين، شاركتها معكم اكثر مره. كنستعمل هاد لي ساشي هادو زوينين، هكا ما كيخليوش الروينه، ما كيخليوش الفوضى. غنعمر البانيو ديالي بالماء صافي، وكنقي عادي جدا، نحيد لي القشور ضروري. صافي، وكنحيد ليه السلسول. يعني بالنسبه للميتة الصغار ولا المبتدئات، اما الاخوات تبارك الله راه كيعرفوا ينقيو السردين، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كنحيد ليه هاد الجناب حتى هما ضروري، ما خصش تبقى هاد الكحوليه في الجناب حيت كتطلق الحروره. انا غادي نستمر. بعد ما غسلت السردين كنجمع هاد الساشية هادي، كنعصرها مزيان فيها القشور كلهم، يعني الازبال اعزكم الله ديال الحوت. وهكا ما كنديروش فوضى في الحوض، يعني ما كنسدوش وكنتخلصوا منهم بسهوله. شي فلور اللي كنت شاركت معكم الطريقه كيفاش احتفظت به مدة طويلة وهو عندي في الثلاجة، كنشاركته معكم فواحد الطريقة زوينة كيفاش علبناه، وهذاك الشيء اللي بقى لي حتى في الطبيه غير في الثلاجة وما وقع ليه والو. هانتوما كما كتشوفوا باقي مزيان. دابا غادي نحضر به واحد المقبلة، هادو كنحيدهم عادي، ما زولتهمش من الاول، ولكن عرفتوا راه كان كيغمل ليا وكيخسر دائما في الثلاجة، ولكن بهذه المرة هذه ما وقع ليه والو، بقى كما هو. نتوما كما كتشوفوا باقي بيض وزوين. ودابا غادي ندوز باش نسلقه. والطريقه اللي درت ليه راه ساهله، غير غسلته بالماء والحامض، فرشت ليه الورق النشاف من تحت وعاود تغطيته به، وهكا ما وقع ليه والو، ما غمل ما حتى شي حاجه. راه دابا راه مده، راه ما عقلتش صراحه شي جوج سيمانات ولا اكثر وهو في الثلاجه. يلا كتاب نطيبه. هنا غادي ندوز نسلق شي فلور، وغنشارك معكم واحد التدبيره زوينه بزاف. المهم هنا غنعمر عليه بالماء صافي. هنا غادي نزيد معاه واحد الطريف ديال الحامض، غادي ندير شويه ديال الملح، وغنديرو يتسلق الفلور. من بعد ما كيبدا كيدخلوا الطياب كما كتشوفوا، كتزيدوا ليه واحد الطريف ديال الخبز يابس كما كتعرفوا الخبز القاصح، يعني يكون من جهه ديال الحاشيه، كنديروه معاه حتى كتبقى يعني غير شويه باش يطيب، وديروا معاه داك الخبز كيمص كاع داك الغازات اللي كيكونوا في الشيفلور، حيت الشيفلور تيكون شويه صعيب على الناس اللي عندهم المصارن مثلا، كيكونوا فيه لي غاز بزاف. فكندير هاد الطيف هذا ديال الخبز كيجمع كاع دوك لي غاز اللي كاينين في الشيفلور، وكت يعني كتاكلوه بكل امان. باش نحضر لاصوص او لشرموله اللي غادي ندير مع الشيفلو، قطعت انا واحد البصيله كبيره شرائح، غادي نديرها في مقله، غادي نزيد واحد الفص ديال الثومه اللي غادي نحك، الفص اللي هو كبير. غادي نزيد الزيت، نخلطو ما بين زيت العود والزيت العادية، الإبزار، الفلفلة حمرا ولا التحميرة، الملحة، سكينجبير،
والكمون. نحرى هاد البصيله مزيان حتى تهبط. خديت هنا واحد المطيشه كبيره اللي قشرتها وغادي نقطعها مكعبات صغار. نضيفها على الباقي. صافي هنايا الشي فلور هو تسلق، غادي نصفيه من الماء. وداك الطريف ديال الخبز راه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه، هو الشو صغير يكون خبز ليه هو يابس. وصافي دابا غنصفي الشي فلور باش نضيفو على لاصوص. باش نحضر معكم السردي كنحتاج معلقه كبيره ديال صوص الطماطم، كنحتفظ بها بهذه الطريقه هذه اللي ما عندي في المجمد. زدت عليها الماء تقريبا كاس الا ربع ديال الماء وغادي نذوبها فيه. هاش هنايا الزيت الربع كما شفتوا، وغادي نضيف الشي فلور اللي سلقت. غادي نبدا نخلطو مزيان حتى ينسجم مع لاصوص ونغطي عليه واحد شويه. هنايا داك الكاس اللي درت فيه صلصه الطماطم ها هو دابت الصلصه. غادي نضيف الابزار، ديروا عينكم ميزانكم الصراحه واحد ربع معلقه هكاك. غادي نضيف التحميره، ولا بغيتو تضيفوا الفلفله حاره ولا السودانيه ضيفوها حتى هي كتجي مزيانه. غادي نضيف الملح، وهادشي اللي بقى غادي نضيفو زيت الزيتون. صافي غادي نخلي هاد لاصوص هادي جانبا. السردين ديالي ها هو من بعد ما نقيتو مزيان ما تخلو فيه لا كحوله لا حتى شي حاجه. خديت هنايا طنجره، ممكن تستعمل الكوكوط الا بغيتو يطيب لكم بالزربه، كيطيب في 10 ديال الدقائق. صافي غادي ناخذو السردين ديالنا ونستفو بحال هكا. صافي من بعد ما استفت السردين بهذه الطريقه، غادي نجيب هذيك لاصوص وغادي نخوي عليه من الفوق. غادي ندير عليه واحد رشه خفيفه ديال الخل، ما تكثروش الخل باش ما يجيكمش محمض بزاف. قلت لكم واحد رشه خفيفه صافي. وغادي نديرو فوق البوطه، بما انني انا درتو غير في كميله غادي نخليه تقريبا واحد 15 دقيقه 20 دقيقه بحال هكاك. ولكن الا درتو في الكوكوط راه غادي يطيب لكم غير في 10 ديال الدقائق. وصافي غادي نسد عليه قبل ما ننسى. زيدوا عليه وريقات ديال الرند، انا عندي هي وحده هنايا هرستها، وريقات ديال الرند كيعطي واحد الكو زوين بزاف بزاف. صافي غادي نغطي عليه ونخليه يطيب. الشي فلور ديالي ها هو صباح موجود، غادي نزيد عليه عصره ديال الحامض اختياريه، ماشي ضروري تزيدوا الحامض، انا كيعجبني زيدوا الحامض. صافي كيجي معلك انتوما، خليوه حتى ينشف مزيان. وكتقدموا هاد السلطه هذه دافئه ولا مرافقه ولا المهم اللي بغيتو، زعلوك ديال الشي فلور. تقدروا كذلك تحتفظوا بها في الثلاجه، راه كتبقى 3 ايام 4 ايام كيوقع ليها والو، كترافقوا بها الحوت مثلا ولا اي حاجه، كيجي كتجي لذيذه صراحه. كتبخر ديك المريقه كامله، يعني كيتبخر داك الماء اللي درنا، وكتبقى غير ديك الكميه ديال الزيت فقط كنطفيو عليه. صافي دابا راه وجد.
والسردين ديالي ها هو وجد كيجي لذيذ بزاف بزاف. خليه حتى تنشف ديك لاصوص باش ما يبقاش فيها الماء، كتجي خاطره وكتجي الريحه ديالو بحال بحال داك الطنول الحرور تماما بحالو، كيجي لذيذ وشي حاجه اللي نقيه صوبتوها في الدار، ممكن انكم تحتفظوا به في الثلاجه، راه كيبقى مده طويله ما كيوقع ليه والو. ممكن كذلك ديروه في قريات وتعقموهم، راه كيبقى مده اللي هي اطول، كيجي لذيذ بزاف. كننصحكم تجربوه، ضروري تجربوه، راه ساهل وكيعجب الوليدات بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله الوصفتين اللي حضرت معكم اليوم يكونوا عجبوكم، وكالعادة خليتكم على خير، بسلام عليكم.